إنها طريق الوصول لقصبة جاديروفلا، موقع يؤرخ لمرحلة من حياة المدينة ويمنح حاليا فرصة اكتشافها بعد أن تجددت واضحة وجهة سياحية مفضلة. إنها المرة الثانية التي أزور فيها المغرب، لكنني لا أعرف أجدير، وبشوق كبير أكتشفها الآن لأن ذاكرتي تحتفظ بزلزال سنة 1960. أجدير التي بنيت اليوم مدينة ساحرة. تغيرت معالم هذه المدينة وتطورت، إنها محطة استجمام متميزة. مدينة أكادير تستقطب على مدار السنة أعدادا كبيرة من السياح من مناطق مختلفة، هاجسهم الوحيد الاستمتاع بالمنتوج السياحي المتنوع الذي تقدمه لهم. استقطاب هذا النوع من السياح يعتبر من أولويات الوزارة في هذا المجال، وذلك لتنويع المنتوج السياحي المحلي. له جودة، له قيمة مضافة عالية. على سبيل المثال الحصر، فبالنسبة للأسواق الأوروبية دأت أحوال طقس، أما بالنسبة لأكادير فجميع المعطيات إيجابية كطقس معتدل وجميل طيلة السنة، لدرجة أن مثلا كنلقاو الناس ولاو كيفضلوا أنهم يجيو يعيشوا في مدينة أكادير والنواحي ديالها. اكتشاف هذه الخصوصيات السياحية يجعل مرتادي أكادير من السياح الأجانب سفراء لهذه المدينة ويساهمون في تسويق صورتها في بلدانهم. بلد مضيف، نحن سعداء بالعودة إلى أكادير للاستمتاع بالبحر وجمالية الرمال. نقوم بجولات لهذه المنطقة الجميلة ونحظى باستقبال حار. وبلغة الأرقام، فالمدينة سجلت معدلا قياسيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في عدد السياح الوافدين على أكادير، والذي قارب 119,000 سائح، في حين بلغت نسبة ملء الفنادق 61%.